عملية تضميره إلى مسري بن سالم بن عرطي الحميري، بينما المركز الثاني ضبيان في المركز الثاني سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري من يتولى عملية تدريبه وتضميره. أما المركز الثالث نص المشاهدين لشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما الكابتن في قيادة هذا الشاهين لسمو الكابتن خليفة بن سالم بالصقعة من يقدم لنا الشاهين في منافسة هذا الشوط. المركز الرابع ننتقل مباشرة إلى هملول، من يحتل المركز الرابع لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد والمضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري، تسلل نحو المركز الرابع. أما المركز الخامس وصل الآن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، ويتقدم مسري بن سالم بالعرطي الحميري، حيث قدم من خلال هذه اللحظات وأسماءنا الذي سارت في مسار هذا الشوط المركز السادس، المركز السادس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب وسيف بن أحمد بن خريدة في عملية التضمير والتدريب. أما المركز السابع هنا النخلي يتواجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن هزيم المسافري في عملية تضميره. أما المركز الثامن تسلل السراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان من يتولى عملية التضمير. هاي الثمانية المراكز. نشوف المركز التاسع مياس لسمو الشيخ عبد الله بن صقر النعيمي، بينما في التضمير محمد بن بخش البلوشي يحتل المركز التاسع في هذه اللحظة. والمركز العاشر، المركز العاشر هنا سلهود لهجن العاصفة يسير إلى المركز العاشر بقيادة حمد بن راشد بن غدير. هكذا أيها الحبل الكريم 10 مراكز و10 أسماء دعناها في مسار هذا الجود، ولكن خلف العاشر هناك أسماء أيضا في انتظار الأوامر والتوجيهات من الأخوة المضمرين. نعود لنتابع البداية، والبداية هناك لا زالت تحت أقدام شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ولكن ضبيان تسلل إلى المركز الأول. ضبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هناك سعيد بن عبيد الحميري الآن انطلق إلى المركز الأول وسار في طريق التحدي من خلال هذه اللحظات. أكيد من الأسماء التراثية هي الحميري. أما المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة الكابتن بو تركي. الله بالفعل أيام الخبرة هني مع بو تركي وكذلك مع أبو حمد وسعيد بن عبيد الحميري. الله ثلاثي يعني مع التحدي منذ يعني القدم يسيرون بمنافسة وتحدي وثلاثية كبيرة في منافسات هذا المساء يا الكابتن. نشوف المركز الرابع، المركز الرابع هناك صغان سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوب، أيضا مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم بوجوده مع هذا اللقاء. المركز الخامس سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب وسهيل بن مبارك بن مرخان، لكن تقدم في هذه اللحظات سلهود لهجن العاصفة يصل المركز الخامس إلى المركز السادس. وهناك من الجانب الآخر سراب أيضا الهجن العاصفة يتسرب نحو المقدمة في لقاء مع الواثق حمد بن راشد بن غدير يسير مع انطلاقة هذا الشوط. المركز الثامن وصول الآن من خلال تواجد الفارس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوب وحمد بن علي العويسي في عملية التضمير والتدريب. المركز التاسع قاصد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وعلي بن راشد بن حمد بن غدير في عملية تضميره. أما المركز العاشر يأتي هنا مشاهد الأعزاء مياس لسمو الشيخ عبد الله بن صقر النعيمي بقيادة محمد بن بخش البلوشي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو المسار حتى هذه اللحظة أيها الحفل الكريم. ولكن نعود إلى بداية هذا الشوط وماذا تدور من تحديات ومن علامات في التنافس في هذا الشوط. عودة إلى البداية، ولا يزال شاهين مسيطر سيطرة واضحة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب بقيادة الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري، ولكن سراب يتسرب بكل قوة وبكل عنفوان. التحدي هنا سراب لهجن العاصفة على المركز الثاني مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الثاني المركز الثالث صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب ومسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية تضمير وتدريبه، ولكن الله اللي واصل سلهود لهجن العاصفة يحتل المركز الرابع، يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير وقاصد والفارس من الجانب الآخر سمو الشيخ، هناك الفارس سمو الشيخ زايد بن مربع المكتوب حمد بن علي العويسي في عملية تضميره. أما قاصد يحتل المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وقائد
العمليات الفرقة 11 التراثية، علي بن راشد بن غدير في التضمير. ها هي الأسماء اللي طرحناها لحضراتكم في مسار هذا الشوط، والكيلو الأخير، الكيلو الأخير، انطلقت الجعادين أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، وكل والكل جهز للأولى في الانطلاق والتحدي، ولكن مسار الجعادين هناك يسير مع هجن العاصفة اللي تنتقل مباشرة إلى تحدي هذا الشوط. هجن العاصفة تسير وتنطلق بوجود سراب على المركز الأول مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، لكن بدأ يفارق، بدأ يزيد من السرعة. المركز الثاني قاصد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير في عملية تضمير وتدريبه، فيما المركز الثالث الهجن العاصفة سلهود وحمد بن راشد بن غدير في التضمير. الفارس يتقدم لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي، واصل 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 بو علي يتقدم في هذه اللحظات مضمر النجوم الخمس، ولكن سراب بدأ في الانفراد، بدأ في التحدي وانفرد بموقعة الناموس وموقعة اللقاء الأول والتحدي الأول لهجن العاصفة ليضيف الإنجاز الثالث في هذا المساء، في أمسية هذه الليلة، في أمسية هذه الليلة الخاصة من خلال الانطلاقات والخاصة بسن اللقاية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الجمال وهذا التحدي وهذا الانطلاق الكبير من خلال وجود سراب على المركز الأول حيث تقدم وبدون منافس على الإطلاق. تهانينا والناموس. المركز الثاني قاصد لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، المركز الثالث الفارس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، المركز الرابع سلهود يصل له هجن العاصفة، صوغان يحتل المركز الخامس لسمو الشيخ راشد الحمدان بن راشد المكتوم هو من احتل المركز الخامس أيها الحبل الكريم. هكذا كانت النتيجة لمجريات هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته المثيرة مشاهدينا الكرام في انطلاقة التحدي وانطلاقة المسار الجميل. نسير إلى التوقيت الزمني حيث كان المسار، حيث كانت الانطلاقة والتحديات في مسار هذا الشوط وهذا الانطلاق، حيث التحدي والمبدأ من خلال التحديات والمشاركة القوية في ناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز وهذا الانتصار من خلال هذا الأداء الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقة ويتجدد اللقاء بحضراتكم في أشواط